إنه أحد أحياء الصفيح الفقيرة في مانيلا، حيث تعيش فيرجي وهي في 38 من عمرها وأم لسبعة أطفال، وهو عدد أكبر مما كانت تخطط لإنجابه. أردت فقط ثلاثة أطفال، هذا فعلا ما أردته. بعد طفلي الثالث أردت ربط القنوات، لكن ذلك كان مكلفا جدا في مستشفى خاص. الفلبينيون هم الشعب الأكثر تكاثرا في جنوب شرقي آسيا، وأظهرت دراسة أن أغلبية حالات الحمل غير مخطط لها سابقا. وسائل منع الحمل مشروعة لكنها مكلفة جدا للفقراء، ومنظمات الإغاثة تقدم بعض الإرشادات حول الصحة الجنسية لكن تمويلها محدود، وتواجه معارضة شرسة من الكنيسة. نأمل أن يكون لدينا مسؤولون حكوميون مستعدون للدفاع عن حقوق المرأة وعن حقوق التناسل، وأن يتجاهلوا المعارضة التي تقودها الكنيسة الكاثوليكية. 85% من الشعب الفلبيني من الروم الكاثوليك ورجال الدين لديهم تأثير كبير على السياسة. الكنيسة تقول إن وسائل منع الحمل الاصطناعية ليست حلا للحرمان الواسع في البلاد. حلنا للتضخم السكاني الذي يعتبر مشكلة هو إعطاء فرص للناس كي يعودوا إلى أملاكهم. الآن نظرا لانتشار الإيدز، سواء صح ذلك أم لا، ما ندعو إليه هو الامتناع عن ممارسة الجنس لغير المتزوجين والإخلاص للمتزوجين. تحديد النسل ما زال موضع انقسام لدى الساسة في الفلبين، هذا البلد الذي يعيش ما يزيد على 40% من أبنائه تحت خط الفقر وبأقل من دولارين في اليوم.